وصل صوتك. إفشال الحكومة مش هدفنا رغم اللي هي أثبتت فشلها الناتج على عدم وجود مقاومات التآلف بين مكونات الترويكا، لكن هدفنا استقرار البلاد والتقدم أشواط في خدمة تونس. هذا ما أجمع عليه كل المتحدثين باسم الأحزاب السياسية المشاركة في الاجتماع الشعبي لحركة نداء تونس في سوسة. وأكد ممثل حزب المسار الاجتماعي ضرورة التوجه للانتخابات المقبلة في ائتلاف انتخابي يمتد من نداء تونس لجميع مكونات الكتلة الديمقراطية بالمجلس التأسيسي وصولا للجبهة الشعبية. عبد الرزاق الهمامي من عام حزب العمل الوطني الديمقراطي أكد رفض أغلبية الشعب التونسي للإقصاء السياسي، اللي قال إنه حزب النهضة اللي واجه الشعب بالرش وعمى شباب مناضل في سليانة يعمل فيه على حد قوله. وأعلن اللي الأرضية اللي تجمع الأحزاب المشاركة اليوم هي قانون انتخابي عادل ورزنامة للانتقال الديمقراطي، وشدد على ضرورة التوافق بين جميع الأطراف بما فيها المكونات الترويكا والحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. وبين اللي خطاب رئيس الدولة البارح خطوة إيجابية في طريق الإصلاح والإنقاذ. ووصف محمد الكيلاني من عامل حزب الاشتراكي الحكم القائم في البلاد بالآفة اللي ابتلت بها تونس، وقال اللي استعمال الرش في سليانة جريمة ضد الإنسانية ودعا للتوحد من أجل حماية تونس في ثقافتها وحضارتها وتطورها. وبين الطيب البكوش أمين عام حركة نداء تونس للائتلاف الحاكم خان التزاماته المكتوبة والقانونية بانتهاء الفترة الانتقالية الثانية في ظرف عام، وعوض استحقاقات الثورة بتكريس ملامح الديكتاتورية وتوليد الأسباب اللي ثار عليها الشعب وخلع الرئيس المخلوع، وشدد على أنه مشروع قانون التحصين السياسي للثورة هو قانون لوأد الثورة. ووصف مشروع قانون العدالة الانتقالية بقانون بث الفتنة بين التونسيين بهدف تشويه القادة الوطنيين، وقال أنه المجلس التأسيسي لا شرعية له إذا نظر في مشاريع القوانين هذه لأنه ما عندوش الحق باش ينصب روحه كمحكمة. وجدد الطيب البكوش دعوة حركة نداء تونس للحوار الوطني جدي حول القضايا الأساسية في البلاد دون إقصاء لأي طرف لإنقاذ تونس عن طريق التوافق. الوضع غير عادي في البلاد وعادي في ولاية سوسة، لكنه غير عادي في مستوى البلاد ككل، أنه الوضع بطبيعة الحال يعني في مرحلة دقيقة جدا جدا. تونس في أزمة الآن، أزمة خطيرة في مفترق طرق، وهذا يتطلب من الجميع مواقف مسؤولة في مستوى الأحداث وفي مستوى دقة المرحلة، لأنه ما يحدث بعد 23 أكتوبر الذي هو تاريخ مفصلي الآن هو خطير جدا، وهذا يتطلب فتح حوار وطني شامل ولا يستثني أحد، والاستماع إلى النصائح، لأنه النصائح قدمت في الوقت المناسب ولم يقع الإصغاء إليها. والآن على الأسف يعني وصلنا إلى مرحلة دقيقة جدا، إلا فيها البلاد في أزمة والائتلاف الحاكم في أزمة، وكيف يكون الائتلاف الحاكم أيضا في أزمة وفي صدام يجعل أن البلاد كلها تصبح أيضا في أزمة. ما سمعوناش، ما سمعوش نصيحة، قلنا لهم احنا راه قلنا لكم هذا بالتجربة، لأنه حكومة الباجي قال السبسي إذا كان نجحت وحققت الأهداف اللي من أجلها تكونت فلأنه الوزراء كانوا غير معنيين بالانتخابات، كانوا معنيين فقط بإنقاذ البلاد. مع الأسف تصرفوا كما لو كانت حكومة 5 سنوات أو انتخابات 5 سنوات أو برلمان 5 سنوات بهذا الشكل تصرفوا، وهذا هو سبب الخطأ الفادح الاستراتيجي. لو استمعوا إلى نصايحنا اللي توا اقتنع بها رئيس الجمهورية، أرجو أن لا يكون بعد فوات الأوان، أنه لو استمع إلى هذا هو ومن معه لما كانت البلاد في هذه الوضعية. وائتلاف حاكم، جميع الأطراف المكونة له الثلاثية تتحمل مسؤولية هذا الوضع، فعوض التهديد أو تهديد المقابل أو سحب البساط، فعوض هذا الحوار من أجل إيجاد الحلول الناجعة لإنقاذ تونس هو الأهم، وليس التراشق بالتهم. تونس لا تحتمل التراشق الآن بالتهم، تحتمل بالعكس البحث عن مخرج مشرف لتونس. هذا المهم. بتأكد أنه لو كان هذا سمعوا نصيحة وعملوه من عمناول، كان ويتلهاو بالدستور ويتلهاو بتنظيم الانتخابات، لو وقع تطبيق هذا كما نصحنا به في الوقت المناسب لكانت تونس تكون في وضع آخر غير الوضع الحالي.
هل يحل الآن المشكل؟ هو دائما أفضل من بقاء الوضع على ما هو عليه. وزارة العدل لا يمكن أن تكون وزارة عدل إلا في فترة انتقالية، إلا إذا كان على رأسها كفاءة وطنية غير حزبية مستقلة لكي تضمن العدالة للجميع. كل إقصاء، من يريد أن يقصي غيره يقصي في الحقيقة نفسه، ولهذا هذا مرفوض شكلا ومضمونا. الإقصاء الجماعي مرفوض شكلا ومضمونا، لأنه لا يستند لا إلى شرعية قانونية، لا إلى شرعية سياسية، ولا إلى شرعية أخلاقية. بالنسبة لقانون تحسين الثورة، هو كلمة حق أريد بها باطل، وأنا أعتبر أنه الآن يجب تحسين الثورة من الترويكا، تحسين الثورة من حكومة الالتفاف على الثورة، تحسين الثورة ممن كذب على الشعب ويريد الآن أن يسيطر على الشعب التونسي بالقمع، بالكرتوش الحي اللي هو الآن يضرب في ولاية سليانة وتضرب به أبنائنا وأهالينا في ولاية سليانة. أنا نشوف أنه اليوم يجب على الشعب التونسي أنه يلتف حول بعضه البعض من أجل أخذ موقف حازم، لأنه الآن الوضع أصبح خطير وخطير جدا. خطاب سيد رئيس الجمهورية شيء مؤخر، كما يقول الإنجليزي توليت، شيء مؤخر، وإن شاء الله اتجاه جديد، وأنا نشوفه اللي هي ضربة للترك. أولا يورينا لهم ما نفهمهمش متفاهمين مع بعضهم ومنقسمين، وسيد رئيس الجمهورية يحب حاجات أم بو ديفيرونت من الناس الأخرى، يحب كفاءات في وسط الجمهورية، يحب طاولة مستديرة وحوار، يحب ناس تسير الحكومة هذه بطريقة جدية.